لا لا، هذه اللي تخلي الواحد ينتحر. الأشعة الحمراء الحق علينا أرجوك. بالمقطع السابق، بعد ما سيطر العالم على عملاق الكاميرا وبدأ عملاق السبيكرز يمنع الكاميرا من الانتحار، ولكنه فشل وقارب على انهم يتدمروا الاثنين لولا التدخل الاسطوري لعملاق الشاشة المطور اللي حسم المعركة بكل سهولة وقلب الموازين بتدمير قادة الحمامات. لكن الحمام العالم قدر انه يهرب، وبدأت كتيبة النخبة من الضباط بملاحقته داخل معمل الحمامات. واليوم راح نكمل السلسلة الأسطورية اللي أنشأها هذا المبدع ودمر اليوتيوب بأجمل قصة عرفناها. فهل أنتم مستعدين لتوصيل هذا الجزء لـ50,000 لايك مثل ما فعلتموها بالأجزاء السابقة؟ يا أخي والله إني أعشق دعمكم الأسطوري، ويلا خلينا ننطلق. What؟ إيش هذا الصوت؟ كأنه صوت حمام. هذا من وين طلع يخرب؟ اديله جلده ايوه اوه هذه المسننه اديله. يا سلام على الراس، دخل جوا. لا والله بالضبط السبيكر. يا الهي هذا يسيطر. صارخ بوجه هذا الطفايل التافه. هلا بالشباب، والله قاعد يعذب حمامات. هذول ايش في اثنين طلعوا من الباب؟ لا يفتح الباب عليهم. هذول ايش؟ او ماي جاد، في واحد قاعد ينحرق يا شباب. هاي هذا ايش فيه؟ ايش فيه مهلوس؟ شكله منه نايم، شكله دخل التجربة 30 يوم. افتح يا عمي الباب. واه شو هذا؟ يا الهي حمامات سكليتون. هلا بالشباب قاعدين يرقصوا، بس احس انه مو وقت الرقص. ادخل انت وياه، لا يطلعوا هذول علينا، يفتح عليهم الباب. ادخلوا، شكلهم قاعدين يسووا عليهم تجارب هذول الحمامات يا جماعة الخير. فالباب مقفل عليهم ما يقدروا يدخلوا. اوه راس كاميرا. What the hell؟ هذا ايش هذا؟ اوه ماي جاد، قتلوا بثانية واحدة. لا 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 لا، هذا ايش؟ هذا حمام بجسد كاميرا. What the؟ يا الهي كفو عليك يا ضابط. لا اديله. اي خلاص ان شاء الله يكون مات. الحمد لله خلصنا منه يا جماعة. لا تقول لي انفتح عليهم الباب. اركض يا ولد، سكرنا الباب. ايوه اركض. اهرب بالله عليكم. اهرب يا اخي، انتوا وقت الركض حقكم. سكر ايوه سكر عليهم. او ماي جاد، هذا ايش حطقية. لا ترقص، تعال امشي. يهو ايش في ما يردوا يا اخي؟ يفتح الباب عليكم. او ماي جاد، هذا شكله مايكل جاكسون. شباب شكله مايكل جاكسون. يا الهي اركض. او ماي جاد، باقي كاميرات بقى اعتقد. والله باقي كاميرات. لا تسكر ارجوك، لا تسكر. او ماي جاد، لا جاء مايكل جاكسون. سكر. والله محاهم محي. سكرنا الحمد لله باخر لحظه. هذا ايش فيه؟ هذا اي ليه تضربه يا نينجا؟ حرام عليك يا اخي، ليه ضربت الضابط؟ يمكن عشانه سكر زعلان. والله لو ما مسكر كان محاك انت و50 واحد حمام مايكل جاكسون. هذا ايش فيه يا اخي؟ ليه ضربه؟ حرام عليك. يلا ماشيين بهذا النفق، بس في لون اصفر بهذا النفق بنهايته. قاعد اسمع صوت سكيبيدي سكيبيدي سكيبيدي. في اصوات يا جماعه. ايوه من هناك. او ماي جاد، جيمان يا جماعه الخير قاعد يعطيهم خطاب للحمامات، قاعد يخطب فيهم. والله شكله قاعد يعلمهم. لا جا. او ماي جاد، انقطع الاتصال. هذا العملاق الشاشه ايش قاعد يسوي؟ لا هذا عملاق شاشة ثاني. لا اجلد يا ولد. يا هلا بالعمالقة. ايش هذول؟ يا الهي انا عبالي انهم حمامات. او ماي جاد، شكله تعزيز تطوير يا جماعة. رمى الجيت باك حقه وجابوا له جيت باك فيها قواذف. الله ايش هذا؟ لا تقتل. والله عبالي انه بيقتله. او ماي جاد، ايش قاعد يعطيه شحن؟ اوه شكله اعطاه طاقة خارقة. يقول له كفك. الله يا سلام. وانا طيب عملاق السبيكر. لا تخسي. والله قال له تخسي، ما في لك. يلا خجل المسكين، زعل يا اخي. حرام عليك اعطيه شحن وطيب. هلا بالشباب يا كثركم. يا الهي في كاميرا شفتوها، كاميرا طائره. او ماي جاد، شكرا على الجيت باك. اعطوني جيت باك يا شباب. حط ورق حمام يا جماعة الخير عشان لو شاف له حمام يمسح فيه.
اوه ماي جاد، دخول المقر. حطيت عدسه، حطيت سماعه، وشلت السلاح حقي، عشقته وضبطت الوضع عشان ندخل. يا الهي، وفتحنا الباب، شكلنا حننقذهم اخيرا. من بدايه الحلقه رعب واكشن، ولكن والله الجزء المخيف هم هذول اللي قاعدين يسووه عليهم تجارب، قسما بالله شيء يرعب القلب. في واحد قاعد ينحرق وفي سكيلتونات، شكلهم اللي ينحرقوا التجربه هذه تخليهم يظلوا عايشين سكيلتون عشان ما يموتوا بشكل نهائي. فالله يسترنا، قاعدين يتطوروا الحمامات بشكل مش طبيعي. واكثر شيء يقهر هو استخفاف الكاميرات بالحمامات، قاعدوا يرقصوا بعد ما قتلوا لهم واحد اثنين وطلع لك مايكل جاكسون وجلدهم بالنهايه. ما ظل منهم الا خمسه يا اخي بالنهايه، والله شيء يقهر. تطورهم وصل لدرجه انهم سيطروا على مايكل جاكسون وجابوا حمام ركبوه بجسد كاميرا، هذه كيف ضبطت معاهم؟ واكثر لقطه مضحكه لما عملاق الشاشه سحب على عملاق السبيكر وقال له لا ما اشحنك، ما في شحن، المسكين دخل بحالة اكتئاب. ما اقول غير الله يسترنا من مايكل جاكسون ملك الرقص ما يرقصنا اكثر. وتاكدوا من زر اللايك وخلينا نكمل. هاي اسمع صوت سكيبيدي، سكيبيدي كمان. اوه قنبلة، ايوه اديله بداخل المقر قنبلة. اوه احرق يا حبيبي، النار الزرقاء هي اللي تشويهم شوي. ولا هذا شايل دبل بارل، يا سلام اجلد. اوه اكل صاروخ. هاي هاي هذول سيارات صار عندهم عربات يا جماعة الخير. يا الهي ايش هذا الليزر الاحمر؟ لحظة، اوه جلدت الكل بالليزر. الله احرق يا بطل، ما تخلي احد. اوه اروح صواريخ حتى، والله اني فخم. هذا مين؟ هذا مين؟ نينجا الكاميرا، قلنا انه اسطوري، لكن هذا مين؟ اوه ماي جاد، الله اجلد يا ولد اجلد. لكن شوف شوف في هناك، اقول له ايه هذول؟ هذول العمالقه اللي جايين، الحمامات العمالقه. اوه ماي جاد، اكلنا صاروخ، لكن الحمد لله انه ما صابنا. طير يا ولد. ايوه هذول هم، اديله احرقه، ما تخليه كوي كوي. هاي حمي السلاح، هذا شكله عنده درع، عنده درع، عصد كل حاجة يا شباب. لا ايه والله توقعت المؤازرة قادمة. يا هلا بالبطل المجحون عملاق الكاميرا. يا الهي شكل القوة اليوم حتكون نارية عنده. صحيح انه بيد واحدة ولكنه مرة جلاد. شوفوا المدافع الجديدة اللي يديله، قال لك ايش سكر على نفسه عشان يحمي. ايش تعمل تحمي يا حبيبي، راسك مبين. هذا مين هذا؟ ايه عنده اربع ليزر. والله تخسي انت وليزراتك، نزل الهاوية. الله معك، جاك السيف وجاك البطل الثاني الزعلان. لحد الان زعلان ومكتئب. ها ايش بيسوي؟ بيشحنه بيشحنه شكله. الله عشان ما يضل زعلان، عشان يقاتل بقوة. شوفوا الشحن حقه، الاهتزاز. والله ايه اعطاهم الزئير، يلا روح عليهم. فتح راجمة، يا سلام اديله. الله الله، نزل الكل يا جماعة. هات اقول لك، هات الايد. اوه ماي جاد، سممه، ركب ايد السم هذه حق النووي. اوه ماي جاد، هذا هو خرب الدنيا بعد ما انشحن، بعد ما انشحن اتحدى احد يوقفه. بس هذول ايش؟ حمامات. اوه ادى له حركة الاعصار. الله يا الاعصار الاسطوري. اقعد وشاهد الذباب والحشرات تنزل من حواليك. الله الله انك فخم، قول له انت اسطورة. اعطيه لايك، اعطيه لايك يا ولد. هذا هذا ايش؟ هذا دي جي، دي جي كاميرا حمام. عنده سبيكرات. وات ذا هيل، هذا ايش اللي طلع وراه؟ او ماي جاد، هاي خيانه، هذا خاين يا شباب، هذا معانا شكله. حمام خان حمام. ولا ولا صد الضربه ورجعها. يا الهي هذا ايش؟ يقول له انت مين مفكر نفسك؟ يضحك. اوه يقول له ساقضي عليكم جميعا. اوه ماي جاد، طلع له السيف من وراه وشال السيف، قلعه ورجع له اياه. وات ذا هيل، ايش هذا الحمام؟ ايش هذا الحمام المش طبيعي؟ هذا اقوى من جيمان واقوى من العالم يا جماعه الخير. يصد ضربات ويصد السيف. هلا بالنخبه،
تم استدعاء النساء يا جماعة الخير عشان ندخل المقر سويا. يا هلا والله، يلا بينا يلا بينا، المقر يستنانا. ايوه اديله. هلا بالشباب قاعدين يتفرجوا علينا، باقيين 5 مننا طبعا. اوه ماي جاد، لا الاسانسير، لا تقول لي بيصير شيء ارجوك. اوه لا، طفت الكهرباء، طفت الكهرباء بالاسانسير، طفت الكهرباء بالاسانسير. شغلوا اضوية الشباب. اوه ماي جاد، في صوت انذار، في صوت انذار تسمعوه. لا ايش هذا، ايش هذا الخبط اللي جاي من فوق يا الهي، لا لا لا. اوه ماي جاد، الله يسترهم، شكلهم حيموتوا قبل ما يجوا ينقذوهم حتى. والله دايم يا جماعة، مش بس الحمامات يتطوروا، حتى الكاميرات، سلاح قاذف لهب ازرق، وايضا ليزر احمر اللي قتل فيه كل اللي موجود. ما ادري كم كل جاب، اكتبوا لي بالتعليقات كم قتلة صارت. ولكن بالنهاية حمي السلاح وجاء الانقاذ من العمالقة بالوقت المناسب اللي دمر كل الحمامات. هذول مسوين عندهم دروع، احسن شيء واحد قال لك بيصد الضربة حقت عملاق الكاميرا، حط الدرع كذا بلعها براسه. ولا الديمان اللي من سوق الجمعة صاحب الأربع ليزرات، انجلد فورا، نزل الهاوية بالسيف حق عملاق الشاشة. ولكن كل ما نقول انه العمالقة صاروا أقوياء وما حد يقدر لهم، يطلع لك حمام يكنسل كل حاجة من الأفكار اللي براسنا. هذا من وين جاء؟ ما قواه، والله انه مره قوي. قال له عملاق الشاشة: من تظن نفسك يا بيض؟ قال له: سأقضي عليكم جميعا يا فلافل. مرة متوتر، اتمنى انهم يلحقوا على الكاميرات اللي بالداخل. يلا خلينا نكمل. اوه ماي جاد، هذا قبل اللقطة لما وقف الاسانسير وطفت الكهرباء من المكان بشكل كامل. شغلوا الانوار يا شباب، شغلوا الانوار لو سمحتوا، انه ما فيش حاجة نقدر نشوفها. اوه ماي جاد، والله هذا الاسانسير غريب. بدأ الضرب اللي من فوق. يا الهي، الصوت مش طبيعي. ماي جاد، ها هذا خوينا. هلا هلا خوي، كيف حالك؟ شباب شباب، لا مو خوينا، حرامي. اوه ماي جاد، حاط فيه قنبلة. لا لا لا، في جلد الكل. اوه ماي جاد، لا في قنابل كثيرة، لا يفجرها ارجوكم. لا والله كفو علي، انسحبوا هذا الفدائي، الفدائي هذا، والله انه الصورة دق لك تحية يا بطل. يا عمري ما بقي منه غير سلاحه. اوه ماي جاد، ايش هالضرب؟ الحق الحق قبل ما ينزل الاسانسير. والله شكله الانهيار، والله شكله الانهيار. ايوه اوكي، قاعد اتسلق عن طريق الدبابيس حق البوكس. اوه والله باخر لحظة، باخر لحظة لحقت يد المساعدة. تعال. يا غبي، شو ماله يا اخي هذا؟ ايش فيه لسه معصب عشان سكرنا الباب على الكاميرات؟ ترى كان الكل حيموت، يموت اثنين احسن ما يموت الكل. والله عيب عليك. ما في كهرباء هنا ابدا. اوه ماي جاد. صوت سكيبي دي. اوه حمامات، حمامات حمامات. شكلهم قاعدين يصنعوا. اوه ماي جاد. اوكي. نايت فيجن. هذه الرؤية الليلية يا جماعة شغلناها. دخلوا علينا الحمامات، مش شايفينا. حظ. ايش هذا؟ جت الكهرباء فجأة. اوكي بما انه جت الكهرباء، يلا افتح الباب، افتح الابواب، سكر سكر الباب اليسار، سكره سكره شكله. يلا يا عمي وين داخلين؟ سكر ورانا، وين داخلين؟ شكله مختبر يا جماعة، شكلنا دخلنا للمكان اللي نبغاه بالبداية. اوه ماي جاد، الحمد لله ان المختبر فاضي ما في احد. ايش هذا؟ ايش هذا؟ العالم والحمام الجديد. اوه ماي جاد، بس ايش هذه اللغه اللي مكتوبه؟ مانيش فاهم. اوه هذا عقد عمل شكله يا جماعه الخير، هذا عقد عمل بال كتاب عليه شاشه ليكون الشاشات خونه يا جماعه. انا خايف انه الشاشات يكونوا خونه. ايش هذا يا الهي؟ طلع هاي حمام شاشه من ورانا. لا 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 لا، هذه اللي تخلي الواحد ينتحر. الاشعه الحمراء، الحق علينا ارجوك. اوه ماي جاد، ايوه حط حط العدسه، حط العدسه، حط العدسه. قم 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 قم، الحمد لله ما انتحرنا. لا لا، قاعد يقتل الكل، اترك الضابط. اوكي كسرت له شاشه، اديله في عينه. الله عينه الثانيه، يصيح براسه. اعطيه واحده، كافو عليك، خلصنا منه. لكن وين اخوياننا؟ شكلهم ماتوا. يقول له والله كفو، ما قصرت. لا هذا الكاميرا اللي كان يعطينا الطريق وكان يفتح الابواب. حتى الايباد مكسور خلاص، بس اخذنا الجهاز اللي نقدر نفتحه.
اوه ماي جاد، ايش هذا الرمح؟ في سيف ثاني، في سيف جنب الرمح. اوكي هذه سماعه باخذها، وباخذ الجت باك ايضا. ترى هذه الجت باك لنا، مرسوم عليها كاميرا للكاميرات، سارقينها مننا. ايوه افتح افتح ولد. اوه خذ السيف، هذا السيف حطه من ورا. ديم رمح وسيف، وانا عندي عصا، واخذت سماعه وجت باك، واقدر اطير واقدر اتنقل بكل سهوله. ديم وين رايح؟ الو خلصت الحلقه جماعه. ايش هذول الرمح والسيف؟ والله شكلهم فيهم قوه خارقه. يعني تخيل الرمح مثلا يضرب ليزر، او السيف يطلع سيوف كثيره. والله ديم مره متحمس، ولكن مع الاسف ما بقي الا النخبه، ضابط السبيكر وايضا نينجا الكاميرا، واتمنى انهم يلحقوا عليهم باسرع وقت، لانهم اذا ماتوا خلاص حيكونوا فاتوا هذوليك على الفاضي. ولكن كتاب الشاشات، هل ممكن الشاشات يكونوا خونة اللي وقفوا معنا من بداية الحرب؟ الا ممكن يكونوا سرقوا منهم هذه الكتب. ابغى تحرياتكم بالتعليقات، زر لايك ايضا عشان نوصل المقطع للاكثر من 50,000 لايك، واشتركوا وفعلوا زر الجرس بالقناة عشان الاجزاء الاسطورية القادمة اللي تنتظركم بالبثوث المباشرة، وايضا كفيديوهات بالجزء التاسع القادم، وفي هنا فيديو اسطوري ينتظركم عشان تستمتعوا فيه، وانستغرامي على اليسار تقدر تضيفوني، ونراكم على خير. Peace out everyone.